احترام وتقدير لكل شعبنا المصري، وبنتمنى يا ربي فعلا الكوبريت كانت اشاره يلقى الصدى اللي احنا الاناء قدينا عزتنا كلماته في الداخل، وبنتمنى فعلا يا رب انه يضلهم ايد وحده لانه الوطن هو اغلى ما نملكه. ليس شاش يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني. يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني.
لك مثل السبع شيل السلاسل شيل وإن كان هالعمر انتهى قدامك الجنة صامت صامت ولا بتنزل فيك العزم ما قل صامت ولا بتنزل فيك العزم ما قل وبترعب المحتل ما خيبت العزم ما قل وبترعب المحتل ما خيبت ظني.